رئيس الجمهورية العماد ميشيل الثمان يواصل جولته الإفريقية وحتى في غانا، ومن هناك تنضم إلينا عبر الهاتف الزميلة منى صليبة. منى أهلا بك، جديد الجولة الإفريقية. هي المحطة الثالثة في الجولة الإفريقية، فادي وصلها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان والوفد المرافق ظهرا. إذا وصل إلى أكرا عاصمة غانا، والتقى الرئيس الغاني جون دراماني مهاما في مكتبه في فلاغستاف هاوس، وعقد لقاءات بداية ثنائية ثم موسعة مع الوفد، يرافقه الوفد الوزاري والاقتصادي. أيضا في المقابل كان الوفد الغاني على هذه المحادثات الموسعة، حيث يعني تم توقيع اتفاقية تعاون موسعة وكبيرة تمتد من 2013 إلى 2016. المحادثات وصفت بالجيدة لبل بالممتازة، وستؤدي إلى مستوى جديد من العلاقات. هناك نقاط تلاقي كثيرة يعني بين غانا ولبنان حسب ما أكد الرئيسان الغاني واللبناني. الرئيس الغاني في مؤتمر صحفي عقده الرئيسان أكد بأن اليونيفيل أو الكتيبة الغانية التي قدمت تضحيات في لبنان ستكمل عملها للدفاع عن لبنان والشعب اللبناني، وهي مجهزة، وهذا كان ردا عما إذا كان يخاف من أي اعتداءات. وقال أيضا يهمنا الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في سوريا وفي كل المنطقة، ويهمنا أن يعم السلام والديمقراطية في هذه المنطقة. أما الرئيس اللبناني ميشيل سليمان الذي أيضا أثنى على دور غانا في اليونيفيل وأيضا في يعني احتضانها للجالية اللبنانية، شدد على العلاقات الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية. أما في السياسة فسئل عن الانتقادات التي وجهت إليه قبل زيارته الإفريقية عن هذه الزيارة، ويعني كونها تأتي في وقت يمر البلد في أزمة صعبة، فقال إن الزيارات الرسمية يحضر لها قبل وقت، وهذه من أضعف الزيارات وهي تتناول 4 دول إفريقية، ولكن هي بنفس أهمية الداخل اللبناني لأن فيها جاليات مهمة، وهذه الجاليات لها على الدولة أن تهتم بها وأن تعنى بها. ويعني قال إن الاتصالات أو وسائل الاتصال موجودة، وبالتالي يمكن يتابع المسؤول ما يحصل في لبنان. أما عن موضوع الانتخابات وكون الأمريكيين، هناك كلام أن الأمريكيين طالبوا بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، أجاب عما إذا كان هذا الكلام صحيح أو يعتبر تدخل خارجي. قال رئيس الجمهورية الانتخابات شأن لبناني داخلي بحت، لبنان بلد عريق في الديمقراطية وديمقراطيته قديمة، ونتمنى أن تطبق الديمقراطية في المنطقة. قال أنا لست أدري ما إذا كان الأمريكيون قالوا هذا الكلام، ولكن إذا فعلا قيل هذا الكلام وأنا لم أسمعه فهذا يعتبر تدخل خارجي. وأضاف الجهد ينفق في لبنان لإيجاد قانون عصري ينسجم مع الطائف. الجولة لم تنتهي سادي، سنكون معكم في حال حصول أي تطورات أو مواقف جديدة. منى صليبة، شكرا جزيلا لك.